السلام عليكم البنات، كيف ما وعدتكم في الفيديو السابق غنحضروا كيسان العرايس اللي كيشربوا بهم الحليب. فوالا عندنا هذا على هذا الشكل. انا عزلت اليوم هذا نديرو في لي بايات. كيف ما كنقدروا نزوقوهم كيف ما زوقت الشمع كنقدروا نزوقوهم حتى هما رسموهم. نوريكم الطريقه كيفاش استعملتها، سهله. غنحتاجو نحطو هنا، غنحتاجو كاس كبير. انا هذا لا شفتو هاد البيض، هادي اللصقه اللي لصقت، لصقه خاصه بالتحديد، يعني ما كتخليش لا تراس نهائيا في الكاس. يعني كيف ما غنحيد اللصقه ما كيبقى حتى اثار. انا خدت هاد اللصقه ولصقتها في الكاس من الفوق على العبر اللي بغيت، من هنايا لصقتها هنا كيجي بحال هكا. فاش ملي ندير لي لاكول اللي ساق ولي بايات ما يبقى ليا المقاد مطراسي. هذه هي اللصقه اللي ساق الابيض، لاكول بلونش هي هذه. كنت هي اللي استعملت باش زوقت بها واحد الشميعات اللي درتهم حتى هما باللامع. هادو هما لي بايات اللي استعملت. انا اليوم اختاريت الكري الفضي، تقدروا تختاروا اي لون بغيتو. كيف ما استعملت في الشماع كان الصفار الذهبي، كان الوردي، كان بزاف الالوان اللي استعملت في الشماع نفس الشكل. هادو باش نديرهم الفوق كنت استعملتهم في الفيديو ديال الشمع، تلصقهم كيكونوا ديجا فيهم لصقه. انا عندي هاد الصغار وهاد الكبار، يعني ملي نشوف فينا هو اللي غيكون حسن في الديكور، واش الكري الصغير الحجر الصغير ولا الحجر الكبير. نبداو على بركه الله ان شاء الله. في طبصيل ولا نيكا ولا اي حاجه نديرو اللصقه بحال هكذا، كتكون خاطره. وناخذ الكاس ديالنا وهذا ونديرو كله باللصقه، نديرو ان شاء الله ونحاولوا ما نخليو حتى بلاصه هنا، خصوصا في هذا الحد ما بين اللصقه والكاس. هنا نديرو مزيان بزاف المرات ما كيشدش، وهنا هنا عاوتاني نديرو اللصقه مزيان مزيان. دابا نحاول نزرب فاش اللصق ما يكرمش. هادو صايبتهم لواحد العروسة ان شاء الله، العروسة ديالتنا يمينة كتمنى يعجبوها. نزيد شوية اللصقة وبالزربة فاش ميكرمش، هبطي بنيتي هبطي. هنا نحاول نديرو هنا مزيان حيت الكاس الاول مشيتش ليا هنا مزيان. كنحاول نزرب فاش اللصق ما تكرمش، حتى من بعد الا كانو شي بلاصه ما شد خاويه ما شدتش فيها اللصقه نسينا، ماشي ما شدتش نسينا ما دوزناش، تعاودوا ديروا شويه اللصقه اللي ساق وديروا لي بايات.
دابا غندير لي بايات ونشوف الا كانت شي بلاصه بقى خاويه نعاود نزيد. ديما باش نديرو لي بايات ديما خاص يكون واحد مشوار ولا قاعد. وهذوك لي بايات اللي درنا حجر لامعه عاوتاني غنستعملوهم ونبداو نخبيو. نخويو مزيان هاد الكميه لانه ماشي مشكل لان داكشي كاع اللي كيطيح في المشوار ولا في القاعد غنعاودو نرجعوه لبواطه. غير هي خاصنا نخبيو مزيان 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 فاش كلشي يوصل ليه لي بايات. ميم تقدروا تخلطوا لي بايات الالوان كيجيو زوين تبان لينا شي بلاصه بقى خاويه نزيدو شي مشكل لان داك كاع اللي كيطيح في المشوار غنعاود نرجع. شوف الا كانت شي بلاصه خاويه نوريكم كيفاش كنزيدو. مزيان لصقت درت لصقه فيهم مزيان ونضربو بحال هكا داك الزائد كله غادي يطيح. هذا نخليوه يكرم خصوصا انكم ما تحيدوش هذا اللصق هذا قبل ما يكرم خليوه يكرم واحد شويه اللصقه دغيا كتكرم. نحيد هذا هذا كله غادي نرجعو لابواط البواطه ديالها نحيدو هنا. دابا هذا اللي صايبت من قبل نحيدو ليه هكا كله كيبقى عندنا مطراسي مزيان كيبقى مطراسي على كيجي على هاد الشكل هكا. اول كاس ديالنا مطيب موجود هنا. بغينا نزوقو باي حاجه انا خساريت ندير ليه هاد الحجاج نشوف واش ندير هاد الحجاج الصغير من الاحسن الصغير منديرش الكبير. الصغير حسن نزيد هنا فين سالا نزيد هنا. تقدروا ديروا اي حاجه ديروا لورغانزا كيف ما درت في الشمع اولا ديروا هاد الحجيرات نبطو مزيان باش يجيو في الحد في كاين اللصاق لي بايات. بقى هنايا عندي وحده جوج جوجات هنايا الفرق هنا جوج اول كاس ديالنا واجد. العريس ديالنا يشرب فيه الحليب. هنا اللي بغينا نكتبو السميه نكتبو السميه هنا اللي بغينا ولا نخليوها هكا سامبل. ولا بغينا نزيدو فيه هنايا شي وريده وريدات نزيدو فيه. لو بغينا نزيدو شي وريدات نزيدوهم فوالا. نشوف هذا واش كرم نحيد ليه حيت دغيا كتكرم هاد هاي الكرماس. هذا اللي درنا دابا هذا تقريبا كرماس ونحيدو ونحيدو بشوية أول كاس ديالنا ندير ليه هاد الحجيرات. شوف
كيفاش غادي نجي. بيومش هادو الحجر الصغار وهادو الحجر الكبار. كبدا الصغار نرجع لو بليسون ناخد الصغير هكا. هنا غنزيد فيها الحيطة يعني ها البنات ها هو الكاس ديالنا موجود كيسان بجوج. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، الى عجبكم ما تنساوش ديروا جيم وبارطاجيو الفيديو مع البنات. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. البنات اللي عروسات ان شاء الله قراب كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في الحياه، وديروا هذا الديكور هذا باش تطلبوا الحليب ان شاء الله في العرس ديالكم، اولا نصيبوه كادو ونديوه لصاحبتنا ولا شي حد من العائله كادو. وشكرا البنات، الى اللقاء.